هيبقى فاضل حاجة بسيطة نكملها المرة الجاية مع الحاجة الجديدة. طيب زي ما احنا شايفين كده هو النورال نتورك قدامنا ليها الانبوت بتاعها فيه 3 نودز، وده بايه بيدخل لها ايه؟ بيدخل لها الفيتشرز. ايه الفيتشرز؟ يعني الخصائص المميزه اللي انا عايز استخدمها. بعد كده الهيد لاير موجوده قدامنا، وبعدين فيه الاوتبوت لاير. الاوتبوت لاير كل نود بيتحدد فيها، كل لاير بيتحدد فيها عدد النودز بالكونديشن اللي اقول لكم عليها دي. طيب اخد في الانبوت كام نود؟ الانبوت لاير اخد فيها نودز بعدد الانبوت اللي هستخدمه. يعني لو انا بميز بين اشخاص باستخدام لون الكلر بتاع الاي والكلر بتاع الهير، يعني عندي 2 فيتشر، يبقى الانبوت لاير فيها 2 نود. تمام. طيب الاوتبوت لاير اخد فيها كم نود؟ الاوتبوت لاير دي بتحدد لي النوع، بتحدد لي الكلاس. فانا هنا لو انا عندي الكلاس بتاعي ناس من افريقيا وناس من اوروبا، يبقى عندي 2 كلاس. 2 كلاس يبقى انا ممكن احددهم بنود واحدة او 2 نود. اقول لو 01 يبقى يوروب، لو 10 يبقى افريقيا، يبقى ادي النود الاوتبوت. طب لو انا عندي مثلا لو انا عندي 4 كلاس، يعني عندي الانواع اللي بميزها عندي 4 كاتيجوريز لي، يبقى انا ممكن احط في الاوتبوت نود احط ايه؟ 3 نود. 3 نود يديني 001 ادي كلاس، 010 كلاس ثاني، 100 ادي كلاس ثالث، وبعدين نكمل بقى ايه؟ 111 ادي كلاس رابع. يبقى انا العدد النودز اللي بختارها في الاوتبوت بتعتمد على عندي كام كلاس اللي انا عايز اميز بينهم، وعدد النودز اللي في الانبوت دي بيعتمد على النمبر وفيتشر اللي هستخدمها في التمييز. يبقى انا لو بستخدم 3 فيتشر يبقى هحط ايه؟ 3 نود. لو بستخدم 10 فيتشر يبقى احط 10 نود. لو عندي صوره واخد كل البيكسل بتاعتها يبقى احط في الانبوت نود بتاعتي كل الايه بعدد البيكسل بتاعت الصوره. ف الهيد لاير اعدادها ممكن يبقى عندي هيد لاير واحده، وممكن عندي 2، وعندي عدد كبير من الهيد لاير. النورال نتورك اتغيرت كتير وفي تقدم كبير جدا فيها. اللي بتسمعوا عنه اللي هو الديب ليرنينج. الديب ليرنينج يعني يعمل ايه؟ يعمل هيد لاير كتيره، تبقى النورال نتورك ديب، ويجيب علاقات بين الاشياء، ويقدر يستنتج معلومات، اللي بيسموها الداتا مايننج. كل التولز بتاعت الداتا مايننج والديب ليرنينج مبنيه على النورال نتورك. يعني مؤخرا شفت بصيت على نورال نتورك فيها 500,000 نود. فليكم ان تتخيلوا حجم البروسيسنج بتاعها، وطبعا عايزه كمبيوتر محترم، لكن بتحل مشاكل كومبليكيتد جدا جدا. يعني لما اديكم يعني نماذج زي المعادلات اللي قلت لكم عليها، فيها عدد الانونز اكتر من عدد الايكويشنز، بتيجي النورال نتورك بتعمل لها استيميشن تقدير، وتدينا حلول للمشاكل اللي من هذه النوعيه. التنبؤ والبريدكشن جدا جدا النورال نتورك تطبق فيها، وتدينا تنبؤ بالبريدكشن. كل حتى لما تيجي تبصوا
ربنا ينهي المرض اللي موجود ده على خير، تلاقي كل البلاد اللي بتشتغل دلوقتي عملت موديل لعملية السبريد بتاع الديسيز، بتاع الكورونا ديسيز، والموديل ده هو للانتشار جزء كبير منه معمول بنورال نتورك، وبيعمل بريدكشن لعدد الإصابات اللي ممكن تحصل طبقا للمعطيات معينة، وعدد لو زودنا الإجراءات الصحية بشكل معين بيعمل بريدكشن بعدد الإصابات اللي بتحصل. فهنا دي مثلا من التطبيقات المشهورة في البنوك إن هو بياخد بيانات الأشخاص، وفي أشخاص بتطلب قروض، طب هو يوافق لمين على القرض؟ فبيحط بيانات الأشخاص وبيحط الكونديشن، وبيبدأ يمرن النورال نتورك دي على بعض الكونديشن ده هي، ويقول لو الشخص مستوفي كذا وكذا وكذا يقوم نديله ايه قرض، لو هو عنده بقى مش عارف خلل في ايه نبص في الورق بتاعه، لو عنده ايه وهكذا، بيقسمهم لثلاثة مثلا كاتيجوريز. بعد النورال نتورك بتتمرن بتيجي هي ماشية على الليستة الكبيرة بتاعت ملايين الأشخاص، وعلى طول هي تقول ده ياخد قرض، ده ما ياخدش، ده ياخد، ده ما ياخدش، ده يتراجع الورق بتاعه وهكذا. فأنت النيورال نتورك سمارت تول بتتطبق لحل مشاكل كتيرة جدا، والمشاكل ده هي يصعب على العمل الحل بتاعها بيدوي، ويصعب الحل بتاعها بالستاتيستكس، لان الستاتيستكس في معظم الاحوال بتحتاج سيبيرابل داتا، بتحتاج داتا منفصله، يقوم الستاتيستكس تدي ايه نتائج جيده جدا، لكن لما الداتا تبقى انترفيرد داتا الحقيقه هو ده النور النيورك بتبدا تدخل وتدينا الحلول بتاعتها. طيب عدد اللاير في الهيدن لاير، الهيدن لاير دي عدد اللاير اللي فيها يعني ملهاش قانون، لكن نديلها قاعدة ان بتاخد عدد النودز في الاوتبوت لاير وعدد النودز في الانبوت لاير، وتاخد حالة متوسطة بينهم. فلو هنا 2 و3 5 ممكن تاخد ايه 5 على 2 يبقى 3.5، 2.5 يبقى ايه ناخد 3 نود زي الحالة اللي قدامنا دي. ممكن لو البرفورمانس عايزين نزودها نزود نود زيادة في الهيد لير تبقى 4 نود. طبعا زي ما احنا شايفين اختيار الانبوت محدد بعدد النودز اللي في الانبوت، محددة بعدد الانبوت اللي هستخدمها كانبوت للنورال نتورك. كم نود في الاوتبوت محكومه بعدد الكلاسز او الكاتيجوريز اللي انا عايز اخدها من الاوتبوت. النودز عدد الهيد لاير وعدد النودز دي طبقا للتعقيد المشكله وعدد النودز اللي في الانبوت وعدد النودز اللي في الاوتبوت. هنا طبعا لما بيبقى النورال نتورك فيها مجموعه من النودز كتيره بنسميها مالتي لاير نتورك، والمالتي لاير نتورك دي بتحل لنا مشاكل معقده كتيره. والنورال نتورك الكبيره اللي انا وريتها لكم اللي فاتت دي كل نود فيها واخده الشكل ده، يعني الهيد لاير بتعمل عملية سميشن للانبوت، وبعد ما تعمل عملية سميشن تعمل ايه ثريشولد، لو هو اكبر من زيرو يديني 1، لو هو اقل من زيرو يديني ماينس 1 مثلا كده، او لو هو اقل من الثريشولد يديني زيرو. المهم زي ما انتم شايفين الفانكشن كده ايه ثريشولد. الانبوت هو الانبوت بينضرب في الويتس، وكل نوت في الهيد لاير بتجمعهم وتعمل عمليه الايه
الثريشولدنج وتدي للاوتبوت الاوتبوت بيجي لها من كذا هيد لاير، تعمل برضو سميشن وتعمل ثريشولدنج وتدينا الاوتبوت. تاني برضو عايز الخص لكم الموضوع بتاع النيورال نتورك. النيورال نتورك ليها مرحلتين او ليها ثلاث مراحل. المرحله الاولى بتاعه الشغل بتاعها بتبدا بمرحله الايه الليرنينج. الليرنينج يعني ادي النيورال نتورك اديها الانبوت وبديها الاوت، بقولها الاوت دهو من 1 0 يعني احمد، يعني اديها مثلا عينه من الصوت بتاع احمد الكاتيجوري بتاع الصوت بتاعه واقول ان انا ده الصوت بتاع احمد، يبقى بدلها الانبوت واديها الاوتبوت وهي تعمل ايه، هي تظبط الويتس بتاعها. وبعدين اديها عينه من صوت محمد واقول لها ده بدل ما كان 1 0 اقول لها ده 0 1 ده محمد، وافضل اديها عينات من الاصوات واقول لها ده مين وده مين لغايه ما الويتس تستقر ما يبقاش فيها تغيير. يبقى النورال نتورك كده خلصت الليرنينج فيز بتاعها. بعد ما الليرنينج فيز يخلص اعمل لها تيستينج، اجيب لها عينه انا عارف ده صوت محمد واجي مديها الانبوت واشوفها بقى ايه هي هتعرفه محمد ولا هتتلخبط فيه. لو عرفته اديها مجموعه اختبارات كده، لو جابت نسبة 90% أو 80% يبقى الليرنج إيه بقى جيد، يبقى نقدر ندخلها بقى إيه في الشغل العادي. أديها بقى أي تكست لمحمد أو أي تكست لأحمد يقراه هي هتعرف مين اللي بيقرأ بعد ما تكون خلصت الليرنج فيز بتاعها. الليرنج ده اسمه سوبرفايزد. ليه سوبرفايزد؟ لأنه بنديها عينات ونقول لها ده مين، إحنا عملنا لها سوبرفيجن في الليرنينج. في بعض انواع النورال نتورك بتشتغل من غير سوبرفيجن، احنا نديها الانبوت وهي ايه تقسمه لمجموعات بدون ما ايه ما احنا نعمل لها سوبرفيجن. في الاخر هتاخد الحاجات المتشابهه تجمعها مع بعض تقول ادي مجموعه، وتاخد الحاجات المتشابهه الثانيه تجمعها مع بعض تقول دي مجموعه ثانيه او مجموعه ثالثه. لكن المجموعه دي ايه ودي ايه ودي ايه هي ما تعرفهمش، تعرفهم امتى؟ لو عملنا لها سوبرفايزد ليرنينج. طب احنا قدامنا اهوت نموذج جيد اهون، مثال حلو اهون للفويس ريكوجنيشن. عندي انا عندي اسيوم ان انا باخد السبيكترال كومبوننت للبويز والجيرلز، وباخد ثلاثه سبيكترال كومبوننت اكس 1 واكس 2 واكس 3 وبديها للنورال نتورك بحيث تعرف لي ده بوي ولا جيرل من الفالوز بتاعه الايه السبيكترال كومبوننت. النورال نتورك بتاعتنا W1 و W2 W3 القيم بتاعتهم 0.2.1 و-0.3. دي بتاخد الفاليوز بتاعت السبيكترال كومبوننت بتاعت البويز اهي 4.5.4 والجيرلز من الحاجات اللي احنا عارفينها 1 1 2، وهنعمل لها تريننج وهنعمل لها اختبار. الفاليوز بتاعت الويتس اللي احنا خدناها دي بعد الليرنج، لان احنا لو قعدنا نعمل ليرنج دلوقتي هنمرنها كتير، فاحنا بنفترض ان الليرنج تم والفاليوز بتاعت النودز هي اللي انتوا شفتوها في السلايد اللي فاتت ده اللي هي الويتس دي. تمام. طيب نشوف النورال نتورك دي.
هتعمل ايه؟ طيب انا عندي الانبوت 3 وهنفترض ان انا حطيت الانبوت اللي هو 454 وعايزين نعرف النورة النتورك دي هتطلع لنا 1 ولا 0. احنا قايلين لها لما يطلع اكبر من 0 يبقى بوي ولما يطلع اقل يبقى جيرل. فاخد الويتس بتاعتي 0.2 0.1 minus 0.3. ف 0.2 اضربها في 4 اهو بلس 0.1 اللي هي الويتس الثاني مضروبه في 5 minus 0.3 مضروبه في 4. المجموع بتاعهم طلع 0.1 يبقى ده ال 0.1 ده هو اكبر من 0 يبقى فعلا ده بوي وعرفته ان هو بوي. لو انا اديتها الانبوت اللي هو 112 المفروض هيديهولي اقل من الزيرو. نشوف هضرب ال1 في 0.2 لان الويتس اهي انا الانبوت حطيت الثلاثة انبوت هنا وبضرب في الثلاثة ويتس بتوعنا. اضربها في 0.2 بلس 1 في 0.1 وبعدين بلس 2 في ماينس 0.3 ادتني ماينس 0.3 ادتني اقل من الزيرو يبقى ادتني جير. يبقى ده انا مثال جميل اهو خدنا الفاليوز 3 سبيكترال كومبوننت من الاولاد من و 3 سبيكترال كومبوننت من البنات وجبنا الافرج بتاع الاولاد اللي هو 454 والافرج بتاع البنات اهو 112. واحنا كنا ممرنين النورال نتورك على اصوات الاولاد والبنات قبل كده وبعد ما عملت الليرنينج ثبتنا الويتس على 0.2 و 0.1 و -0.3 الويتس اللي هي داي. يبقى احنا معايا الويتس معروفه والانبوتس قدامنا اهي بنديها الانبوتس تضربها في الويتس وتجمعها وتشوفها لي تطبق عليها الثريشولد وتقول لي ده بويز ولا جيرلز. طبعا دي نورال نتورك اوسع اهيا بتاخد 3 انبوت وانا عندي 3 هيد اللير. كل هيد اللير بتشتغل زي ما عملنا قبل كده بتاخد الانبوت تضربه في الويتس وتجمعه وهنا برضو تاخد الانبوتس من كل النودز تضربه في الويتس وتجمعه وتعمل عليه ثريشولدنج وتديني هنا هو على اللينك دي 0 وعلى اللينك دي 1 على اللينك دي 0 على اللينك دي 1 0 1 0 1 يجوا دول كلهم ال 0 وال 1 دول مضروبين في الويتس ويتجمعوا في الاوتبوت نود ويتعمل لهم ثريشولدنج والاوتبوت بتاع الهيد اللاير ينضرب في الويتس ويتجمع هنا ويتعمل له ثريشولدنج ويدينا الاوت. احنا عندنا مثال تاني. طبعا انا ما بديكو في المحاضرة دي ايه هي النورال نتورك وايه المفاهيم بتاعتها وتشتغل بيها ازاي. لكن انت لو دخلت على عملت سيرش هتقدر تعمل داونلود لفري نورال نتورك كتيرة تقدر انت بقى ايه تستخدمها وتعرف تستخدمها. وممكن لو عندك فيرجن من الماتلاب كويسة تقدر تاخد النورال نتورك بتاعتك منه. فلو انا مثلا الاكزامبل دهوت انا احب انكم تعملوا تجربة لنفسيكو على تعملوا داونلود لاما من الماتلاب لاما من جوجل على فري نورال نتورك. انا عندي درجات الطلبة هي الدرجات في الميدتيرم ماشي بنقول اللي كانت درجاته في 67 وذاكر 35 ساعة ده لما دخل الفاينل نجح واللي كان درجاته في الميد تيرم 75 من 100 لكن عدد ساعات المذاكرة بتاعته كانت 12 ساعة لما دخل الفاينل
كانت الدرجه بتاعته في الفاينل كان فيل، وفي ناس كانت جايبه 89 في الميد تيرم ومذاكر 16 ساعه ونجح، 45 في الميد في ذاكر 45 ساعه ودرجته في الميد تيرم كانت 56 لما دخل الفاينل نجح، 10 ودرجته فيه كان ذاكر 10 ساعات ودرجته في الميد تيرم كانت 90% ودخل الفاينل سقط. يبقى انا عايز امسك بقى الانبوت لاير يبقى فيها ايه وفيها كام نود والاوتبوت لاير فيها كام نود. تمام، يبقى خلينا نتفق الانبوت لاير هيبقى فيها 2 نود، واحده بدخل فيها عدد الساعات اللي ذاكرها، والنود الثانيه بدخل فيها الدرجات بتاعه الميد تيرم. يبقى ده الانبوت. الاوتبوت لاير هيبقى فيها نود واحده، لو النود ده هو ادتني 1 يبقى نجح، لو ادتني 0 يبقى ايه هيسقط. تمام، طيب ايه بقى اللي احنا نعمله؟ احنا نعمل يبقى احنا خلاص عندنا نورال نتورك، ممكن ناخدها بقى فيها 2 نود في الانبوت واتنين نود في الهيد لاير ونود واحدة في الاوتبوت لاير. انا بديكوا الحل كده، يعني الاتنين نود اللي في الانبوت هتدخل هتعمل لها ليرنينج. هتعمل لها ليرنينج بايه؟ بالداتا اللي قدامك ده، هي هتديها الانبوت ده هو وتديها الانبوت بتاع درجة الميد تيرم والاوتبوت يبقى 1، وتبقى النورال نتورك بقى تظبط الايه الويتس بتاعتها، وبعدين تديها الانبوت الثاني ده تدخل لها 12 و75 وتقول لها الاوتبوت في الحاله دي 0، وتدخل لها الانبوت 16 والثاني ده وتقول لها الاوتبوت ده هيبقى ناجح، وهكذا. المفروض يعني هنفترض ان بعد ما عملت لها تريننج او ليرنينج بالخمسه انبوتس دول ان هي ايه اتعلمت، يعني تيجي بعد كده خد مثلا اعمل لها اختبار بقى، خد مثلا بدل ما هي 10 و90 خد واحد جايب 12 و80. امثالي في السلايد اللي بعد كده مديكم، اعمل لها اختبار بده 25 و70 شوف تطلع كام، تديك ايه. انت هتديها الانبوت بقى اهو 25 و70 بعد ما خلصت الليرن، المفروض تقول لك ده ينجح ولا يسقط. ماشي معايا كده؟ انتوا سامعيني يا حضرات؟ ايوه انا سامعين دكتور، بس تعبنا يا دكتور. بتقول ايه؟ تعبنا وصلنا من خلاص احنا كده خلصنا كده. تمام، طيب انا كده خلصت وهرفع لكم الفايلات بتاعتكم دي، وان شاء الله لو اي حد ليه اسئله يبقى نكمل المره الجايه. شكرا دكتور. اتفضل. عايز حضرتك باشمهندس مصطفى كان قال ان هو تواصل مع حضرتك في موضوع ان احنا هنتكلم حضرتك في مشاكل وكده ايه المشاكل؟ قلت له لا احنا كنا عملنا السي بي ام فعلا وانتوا قلتوا كان في نسبه عدم رضا، يعني ايه طلباتكم نعملها لكم؟ تمام. انا واحد صاحبي امبارح تواصلنا مع كل الدفعات بحيث نجمع اكبر عدد من المشاكل، واختصارا للوقت واحد بس هيتكلم مع حضرتك فيها وحضرتك تشوف ان كنت ده بتساعدنا فيها في اي حاجه. طب المشاكل عباره عن ايه يا باشمهندس؟ والله يا دكتور انا لحظه بس، هو داخل اهو عشان هو اللي هو اللي هو اللي اتواصل مع الناس مش انا، فبعد اذنك اديني دقيقه واحده، هو داخل يتكلم مع حضرتك. طب الاول انتوا عندكم مشاكل في الكورس ده؟ لا بالنسبه لحضرتك، لا بالنسبه لحضرتك النظام اللي هم ماشيين بيه، فيعني بالنسبه لي انا مرضي، وبالنسبه لاصحابي اللي معايا مرضي.
طيب انا ما اعرفش باقي الناس موجوده ممكن يردوا عن نفسهم، انا مش هرد على حد. في حد عنده مشاكل يا حضرات في الكورس بتاعنا؟ انا اللي انا بعمله الى حد كبير بحاول امشي بطريقه سيستماتيك، بحط لكم الباوربوينت لوحده وبعدين بحط لكم التسجيل وبعدين بادي اساينمنت يبدا المعيد يحلها يساعدكم في الحل شويه ويسيب جزء انتوا تكملوه. ده السيستم اللي احنا ماشيين بيه. لو في حد عنده مشاكل برضو يقول لي عليها وان شاء الله نحلها، لكن لو ما فيش لو عن مشاكل تانية قولوا لي عليها ونشوف نحلها ازاي مع الكليه. يا بالظبط يا دكتور، هو هيدخل معانا، هو هيتكلم عن المشاكل اللي هي الكومن بين كل الدفعات. يعني هي احنا ما رضيناش ان احنا عشان ما نطولش على حضرتك اختصارا للوقت جمعنا كل المشاكل المشتركه ما بيننا كدفعات، خمس دفعات، وواحد بس يتكلم مع حضرتك فيها بحيث توصلها لنا الاداره او حضرتك تتعامل انت بشكل شخصي فيها ايا ما يكون، يعني اللي يكون مريح لحضرتك. طيب هل انتوا مسجلينها مثلا او حاطينها في فايل مثلا تبعتها لي ولا اسمع ولا ايه؟ هو غالبا هو كاتبها، تمام، غالبا المفروض ان هي مكتوبه كفايل او حاجه زي كده، ولكن برضو دي هو نمره واحد، ما يعني كون يبقى فيه مشاكل او امر وارد ونحلها ان شاء الله، ان شاء الله تتحل. واحنا لما بنعمل السبيان متوقعين ان يبقى فيه حاجات يحصل فيها عدم رضا يعني، وامر طبيعي ونشوفها ونحلها، ما فيهاش اي مشكله يعني. طب يا دكتور، هو 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 بيدخل معانا السيشن دلوقتي وحضرتك مش 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 سامح له ان هو يدخل؟ انا مش سامح له، انا مش عارف انت، انا شايفها ما اعرفش ايه. انا حضرتك في التسجيل لغايه هنا بيقول له بليز ويت ذا ميتنج هوست ويل ليت يو ان سون. يعني انا عامل ادميشن للكل كده يعني. احنا طبعا احنا متفاهمين جدا والكليه متفاهمه، وبصراحه الكليه والجامعه بيبذلوا مجهود جامد جدا علشان يعوضوكوا ويخلوا عملية التعليم اللي هي الأونلاين تمشي بشكل مقبول ويؤدي الغرض المطلوب منه. وبرضو عشان تبقوا عارفين ده مجهود جامد جدا على أعضاء هيئة التدريس. يعني أنا كنت بديكوا نموذج لنفسي، أنا كنت بدخل لكم وبشرح وانا عارف الحاجه اللي بعملها وسيستم ماشي. دلوقتي انا ببدا اشتغل بميكانيزم جديد خالص، لكن كلكم من حقكم ان المعلومات توصل كويس، ومن حقك تاخد التعليم بتاعك بطريقه كامله، وان شاء الله تبقى زي التعليم اللي هو فيس تو فيس. هو بالنسبه للدكتور لان المعلومه بتوصل، ف 90% من اعضاء التدريس بيوصلنا المعلومه، لكن يعني لو قلنا مثلا ان في 10% بس هم اللي مقصرين معانا بالنسبه لان المعلومه توصل. لكن المشكله الحقيقيه عندنا في موضوع التنظيم للموضوع او اداره الموضوع، المدرسين بيحملوا علينا زياده في موضوع الماده العلميه كتنزيل محتوى او كامتحانات. يعني احنا بنمتحن كتير جدا في مواد وده ما كانش متوارد عليه في ايام الدراسه العاديه. يعني انا مثلا ممكن ماده امتحنها كويزين اتنين كل اسبوع في حل، في حين ان انا كنت بمتحن لها كويزين طول الترم اصلا. يعني انتوا في بتمتحنوا، يعني خلينا كويس كلامك محدد كده، يعني من ناحيه وصول الماده العلميه واصله، لكن بالنسبه 90% الاعضاء هيئه التدريس لكن في 10% بس مقصرين، فدي بالنسبه 90% نسبه مش كبيره طبعا. عمليه المانجمنت بقى هي اللي تعباكوا شويه. بالظبط كده، اداره العمليه نفسها، رفع مواد كتير، فايلات كتيره في نفس الوقت، كتير جدا كتيره وكلام. وخلينا نقول ان في بعض المعيدين وبعض الدكاتره ما بيراعوش مشكله الانترنت عندنا. يعني احنا ما بيطلعش عندنا مشكله الانترنت. معلش انا ممكن اكون دخلت الكويز ذاكرت ودخلت امتحن مش عارف ادخل الكويز او مش عارف اكمل فيه، المشكله في الانترنت عندي مثلا، مش عارف اعمل سبميت او مثلا اتاخرت ان انا ارفع الكويز،
فيقول لي لا كويزك مش هيتحسب، فانت كده بتحاسبني على حاجه انا ماليش ذنب فيها. لا لا ان شاء الله دي انا متاكد ان هي هتتحل دي. طيب النقطه الاهم يا دكتور بعد اذن حضرتك بس بسرعه عشان يعني هيقفل معايا تاني. تمام، النقطه الاهم في الموضوع ده كله بالنسبه لموضوع التقييم، يعني احنا كلنا طالبين يعني كل الدفعات المطلب القمه مننا كلنا حوار التقييم، ان احنا ما نتقيمش على الشغل الاونلاين، يعني بعد اذن حضرتك نتكلموا مع الدكاتره في ان احنا نتقيم على اساس الريبورتات هم طلبوها مننا او اي نوع من انواع التقييمات غير خلاف الكويزات الكتير اللي بنمتحنها دي. طب بس كتير واقع منها الموضوع. طب بس انا هقول لك حاجه، يعني ايه خلي التقييم كون الكويز يقع منك يتعمل كويز تاني، دي مش مشكلة، بس دي بتبقى سياسة عامة، واحنا عايزين نعمل برضو بدون تشدد ولا بدون يبقى لوز من ناحية ولا لوز من ناحية. وانا متأكد ان الكلية ماشية في الاتجاه ده، ان تبقى يبقى فيه تقييم، بس يبقى تقييم بيراعي الوضع اللي احنا فيه ده. لكن انا برضو مازال الكويز مطلوب، والامتحان هنشوف هيتعمل ازاي. لازم تبقى فاهم الحكاية دي، يعني موضوع ريبورتس وحاجات من دي داخلة في التقييم، ولكو كلاس ورك داخل طبعا، وهيعتد بيه بشكل يمكن اكتر من الاول، لكن ده ما يلغيش ان يتعمل كويز وما يلغيش ان يتعمل. اكيد احنا ما بنطلبش كده يا دكتور، احنا ما بنطلبش ان هو ما يتعملش كويز، ولكن الكويز يبقى هدفه ومضمونه حصر بس ان المحتوى وصل للناس، يعني لكن طيب ما يتعملش طيب على درجات لان في ناس بتظلم طيب الموضوع دوت. طيب لا خلاص الرساله وصلت، انت عايز يبقى الامتحانات الامتحان يبقى الاوبجكتيف بتاعه واضح وما يدخلش في نقط شديدة شوية عشان ظروف التعليم اللي لا مش القصد ده دكتور، ده مش القصد. أمال حضرتك اللي أنا أقصده إن بالنسبة كتقييمنا ما نتقيمش الدرجات على الكويزات، ولكن ما بنقولش نلغي الكويزات، يعني إحنا نمتحن الكويزات ما فيش أي مشكلة، ولكن يبقى الهدف من الكويز إن الدكتور يعرف المادة وصلت أو المحتوى وصل للناس ولا ما وصلش، لكن إن إحنا نتقيم بدرجات على الكويزات اللي إحنا بنمتحنها فده ظالم لناس كتير جدا. ليه؟ لأن أصلا في النهاية أولا قلنا حضرتك مشكلة الإنترنت، ثانيا إن الامتحان سهل جدا يتغش، ففي ناس كده بتظلم في انها بتاخدش الدرجه، والناس بتاخد الدرجه من غير اي مجهود، وفي ناس ما بتعرفش توصل للامتحان بتاعها بسبب مشكله الانترنت. طب الفاينل يتعمل ايه؟ مش كويزات انت قلتها، الفاينل ماله الفاينل يا دكتور؟ احنا ما نقدرش نتكلم في موضوع الفاينل. ما انا فاهم، يعني انت بتقول نتكلم على اعمال السنه درجاتها، ما احناش عارفين هي رايحه فين او جايه منين، عايزين نعمل حصر للموضوع عشان نبقى مطمئنين بس. طيب خليني نشوف حل المعتدل لموضوع الكويزات وأعمال السنة، وأنا هوصلها للدكتور علاء ونشوف لها حل إن شاء الله. بعد إذن حضرتك في واحد عايز يتكلم مقبل، أنت معانا؟ بس بسرعة بس لأنه هتقفل معايا يعني. تمام ماشي يا مقبل. يا شبل. أيوه معاك. اتفضل يا حبيبي الدكتور معاك. إزي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. السلام عليكم. بعد اذنك يا دكتور انا كنت عايز اتكلم في نقطه الاتندنس اونلاين، بس بسرعه بس لان البتاع ماشي خلاص. تمام دكتور، الاتندنس اونلاين يعني اليه غير فعاله حاليا. الاتندنس اونلاين يعني انا ممكن اذا حضرتك احنا كنا بنتكلم دلوقتي في كويزز. طب لحظه، انت بتقول الاتندنس ماشي خلاص، انا وصلتني الاتندنس ما هياش فعاله، ادي نقطه. ايه تاني غير الاتندنس؟ هو انا ما عنديش اعتراض على موضوع الكويزز زي ما سليمان كان بيتكلم، بس الفكره ان يعني الكم بتاع الكويزز كبير جدا، فان انا هيتحط لي تقييم على كم كبير جدا. طيب الكويزز ده موضوع صعب، عارف فاهمني؟ حاضر تمام، عدد الامتحانات يبقى نبص عليه. طيب اوكي مظبوط. في حاجه ثانيه دلوقتي عندنا برضو في ماده زي الماتلاب، انا كان عندي بروجكت 30 درجه، حلو الكلام. كان عندي بروجكت 30 درجه اتقص منه 10 درجات واتعمل اتقسمت بقى على امتحان كبير وكويزز وكلاس وركس وكده. احنا بنعيد بس يعني بنطالب باعاده النظر في اليه توزيع الدرجات، يعني هو ما فيش مشاكل انها ان يبقى عندي كلاس ورك واتحسب عليه، ما فيش مشاكل جدا عشان ما تحطش تحت غطاء ان انا بتدلع،
اسف اللفظ يعني. بس الفكره ان يعني توزيع الدرجات ممكن يتعدل بشكل افضل من كده، بحيث ان انا اخفف اللود عن الطالب واخفف اللود برضو عن اعضاء هيئه التدريس، لان اعضاء هيئه التدريس برضو عليهم حمل كبير جدا زي الطالب بالظبط. طيب طيب خلاص وصلت يعني للتندنس واعداد الكويزات وبعض المواد التوزيع، يبقى في خطه واضحه وصريحه لتوزيع الدرجات ومعلنه وانتوا عارفين. معلنه بالظبط. أيوة. معلنه يعني الموضوع ما ينفعش يبقى متروك لكل دكتور، يعني زي ما سليمان لسه موضح لحضرتك في ماده بنمتحن فيها حرفيا كويزين كل اسبوع، الكم كبير جدا علينا، الضغط كبير. طيب حاضر. الوضع مش مستحمل. طيب حاضر حاضر حاضر. انا كل النقط اللي انتوا قلتوا عليها انا متاكد ان هيبقى لها حلول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تمام يا دكتور. وبرضه احنا كنا كاتبين خطاب رسمي موجه للجامعه بصيغه محترمه جدا، ومش عارف هم بصوا فيه او لا، احنا ممكن نبعته لحضرتك برضه تبص فيه، بحيث ان الكلام يبقى معاك كخطاب، تبقى ما تنساش الكلام او تفهم وجهه نظرنا كدفعات. يعني انا بعت لك خطاب كنا متفقين عليه جميعا، وجمعنا كل المشاكل حطيناها في. لا 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 لا، الخطاب ما تبعتوش لي، ابعتوه للكليه. احنا المفروض ان احنا بعتناه، ولكن مش عارفين تم النظر فيه ولا تم اهماله بعتوه لمين؟ مفيش رد واضح. بعتوه على الميل بتاع رئيس الجامعه، الميل اللي هو كان دكتور ساعتها كان منزل لنا ميل لرئيس الجامعه بيتواصل معانا فيه. احنا المفروض ان احنا بعتنا عليه المشاكل بتاعتنا، منتظرين رد. لحد دلوقتي ما حدش رد علينا، او ما حدش قال لنا ان كان تم النظر فيه او لا حتى. طيب انا اتابع لكم الموضوع ده يعني. حاضر حاضر حاضر. انا خلاص سمعت منكم، وانا يعني كل اللي انتم قلتوه محلول يعني، ان شاء الله ما يعتبرش مشاكل. دكتور بعد اذنك برضو، بالنسبه لموضوع ان يعني ممكن ينزل لنا محتوى علمي فيديو او بي دي اف او ايا كان المحتوى وشكله ايه، بينزل لنا في اوقات يعني صعبه جدا. يعني انا ممكن ينزل لي حاجه الساعه 4 الفجر، ينزل لي الساعه 12 بالليل. ايوه خلاص. انت قلتوا المانجمنت بتاع الموضوع. التنظيم صعب جدا. وممكن ينزل والله مثلاً. انا اللي انا عارفه الحقيقه عميد الكليه وعمل ميتنج وقال ان الناس تلتزم بالجدول بتاع المحاضرات. مع احترام لكل اعضاء هيئه التدريس، مع احترام لكل اعضاء هيئه التدريس، في بعض الدكاتره والمواد ما بيلتزموش نهائي بالكلام ده. لا انا طبعا مش بعيد فيهم والله، هم عليهم ضغط وممكن يبقى الانترنت معلق عندهم شويه وكل حاجه. لا لا لا، بس يعني الالتزام واجب من الطرفين. ايوه الاصول تمشي، ما فيهاش حاجه. بالظبط بالظبط. يعني الجامعه تنزل خطه معلنه بنظام معين. قايلينها يعني معلنه، قالوا يعني المفروض يبقى في رقابه يا دكتور. يعني زي ما في رقابه على الطالب، يبقى في رقابه على اعضاء هيئه التدريس لتخفيف الحمل على الطالب في الظروف الحاليه. انا متاكد ان كل اللي انت الحاجات دي بتتراجع، بس انا برضو بقول لك انا هوصلها للدكتور علاء، وانا عن نفسي انا سمعت منه وبعت لنا قال لنا عايزين نلتزم بالجدول اللي احنا شغالين بيه. ده مطلب رئيسي صراحه يعني. والعطلات الرسميه عطلات رسميه يعني، مع احترام لكل هي حتى عطلات رسميه لحضرتك قبل ما تبقى ليا يعني. لا. الواحد بيحب يريح شويه يعني. طب بس انتوا جدعان، وانتوا ربنا هيكرمكم ان شاء الله. والله يعني احنا اخر طلب يا دكتور. أيوة ونتمنى أيوة. ان حضرتك بجد تتكلم فيه بصفه رسميه، اللي هو احنا طالبين الاسبوع الاجازه اللي كنا بناخده في شهر نسيم ناخده لسببين. اول سبب مراعاه طبعا لاخواتنا المسيحيين عشان نعيدهم. ثاني سبب ان احنا عندنا كم هائل جدا 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 من المحاضرات قادرين نبص فيها، او مش متفرغين ان احنا ننظر فيها، لان انا طيب على طيب طيب بس خلاص يعني. انت طيب. الطلب اللي هو اسبوع الاجازه اللي هو الاسبوع اللي هو المتوارد عليه دايما كل سنه، بحيث نقدر نلم الحاجات اللي فاتت عشان ان يتم حصر ما سبق. طيب.